انا دائما اقول ماجد المهندس مو بس مهندس، ابدع. لازم من اول الحضور ومن يعني قدام قاعده يعني حدي متحمسه صراحه، اول مره يعني اشارك كذي. هيبته هيبة الأمير على المسرح وطلت البهية. أحب أغاني القديمة اللي على الذكرى ليلتنا اليوم مختلفة، ليلتنا اليوم مميزة وأكيد غير. برنس الغداء العربي منورنا اليوم على مسرح الدانة. حياكم، تابعوا التقرير. اليوم ماجد كان يقول شيء، وين ما جيت بالموعد وراك، وش صار؟ قل لي وش حصل. كان السبب ذولا وذاك، أبعتبر عذرك وصل. المرة ذي شو أقول له؟ أنا جيت وبتلقاني على خبر، جابني الوقت لك، ونتمنى يوم سعيد للجميع. هابي نوير. لا، هاي ثاني مرة أخوي وثاني مرة أروح له، ولازم من أول الحضور ومن يعني قدام قاعدة يعني من كثر ما متحمسين على الحفلة. شو اللي يميز ماجد المهندس من بد الفنانين؟ أداءه، طريقته، أسلوبه، أغانيه، الألحان طبعاً أحمد الهرمي ولا غيره، بس ما شاء الله يعني كل شيء. أكثر أغنية تحبينها؟ هتان. اي وقتها ليالي برج. متحمسين حق الحفله، وانا بالنسبه لي صراحه اول مره يعني ادس حفله وادس هالتوا، تحدي متحمس الحمد لله. اليوم ايش ودك تسمع؟ اليوم ودي صراحه اسمع الاغنيه اللي قلت لك عنها اللي هو ودعت روحي، وفي اغنيه ثانيه اللي هي بعد نوزله قبلها جننت قلبي. اي، وانا اليوم في غايه السعاده اني جاي حق هذا الصرح العظيم المشرف امام الوطن العربي والخليج، وبالاخص حاضر حفله ماجد المهندس برنس الغناء العربي. طبعا ما يحتاج كلام، هيبته هيبه الامير على المسرح وطلت البهيه. وانا اليوم جاي مخصوص وطمعان اني اسمع اغنيه مو بس احبك انا موتن عليك. هذه الاغنيه قديمه وكانت في بداياته، واتمنى لو الحين صوتي يوصل له يكون طلبي مخصوص ويغني لي هاي الاغنيه، واكون جدا سعيد. بس عموما حتى لو ما غناها اتوقع بطلع من الحفله وانا سعيد. من السعوديه للبحرين متعني. نعم. يستاهل ماجد هالعنوه؟ اكيد يستاهل، ماجد فنان كبير وصيته معروف في الخليج، فيستاهل اكيد. احب اغاني القديمه اللي على الذكرى والقبل 2010، خاني قبل 2010، فان شاء الله انه يغنيها ونستمتع كلنا ان شاء الله بالحفله هذه. اكثر اغنيه تعجبك حق ماجد المهندس؟ ودعت روحي. ايش معنى هي؟ كلماتها حلوة يعني والألحان حلوة، وردي ماجد المهندس حفلاته يعني يسوي جو بالحفلة ويحترم الجمهور، يعني عشان كذا أنا جاية.